شارع محسن متفرع من الشرقاوي. العمارة ديت بقالها 7 سنين بنشتكم وعمالة تنزل كل يوم أكتر من 3-4 سنتي لغاية ما بقت دلوقتي أكتر من 2 متر في الأرض. وبعدين هنستنوا إيه لما تقعد الناس والآخر نرجعوا نقولوا محدش اشتكى؟ إحنا اشتكينا بقالنا 7 سنين وجوب ناس من الحي كلمتين ومع السلامة زي أي حاجة. والدنيا مزروطة هنا. وبعدين المكان ده فيه مية ما بتتمنعش خالص من الأرض، يعني كل مرمى في النازل. يعني بعدين دي مش عمارة صغيرة، دي عمارة فيها أكتر من 1000 بني آدم. أنتوا حرين، أنتوا حرين.